أول امرأة عربية تحصل على الحزام الأسود في رياضة الكاجو كيمبو. تعرفوا إيه عن رياضة الكاجو كيمبو؟ الكاجو كيمبو دي رياضة أمريكية عبارة عن خليط كده من فنون القتال، كاراتيه على جودو على كونغ فو على شوية يعني ميكس حلوين كده، علشان يتعلم الإنسان إزاي يدافع عن نفسه. والنهاردة احتفاء بالمرأة المصرية وباللي بتقدر إن هي تحققه من إنجازات وكسر للتابوهات. ليه بقول كده؟ لأنه الرياضة دي تحديدا هي طول الوقت عبارة عن لاعبين مش لاعبات، فإنه سيدة مصرية تقدر إن هي تحصل على الحزام الأسود الخامس ليها في هذه الرياضة، وتكون هي أول امرأة عربية تحقق ده، فده إنجاز كبير جدا. خلوني أرحب بيها وأهنيكي وبارك لك كابتن رشا إبراهيم بطلة رياضة الكاجو كيمفو، أهلا بيكي. سلام لحضرتك. وكمان مشرفنا في الاستوديو الكابتن محمود عثمان ممثل الاتحاد الدولي للكاجو كيمبو في مصر. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بيك. في البدايه بقى يا كابتن لازم تشرح لينا وللمشاهد تفاصيل اكتر عن الكاجو كيمبو، دي عباره عن ايه؟ خاصه انه دي مش مسابقه او رياضه كالمتعارف عليها فيها مسابقات ومنافسات، هي ما فيهاش كده خالص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الكاجو كيمبو عباره عن خليط من فنون دفاع عن النفس مختلفه. من خلال الاسم طبعا في ناس كتير بتستغرب الاسم، لكن هي اسمها كاجو كيمبو عباره عن عفوا ك اللي هي الكاراتيه والكيك بوكس، والجو اللي هي جو الجيجيتسو، والكين اللي هي الامريكان كيمبو كاراتيه، والبو اللي هي التشاينيز بوكسينج او الملاكمه الصينيه او الكونوفو. سبب التنشئه هي رياضه خرجت من الشارع الى الشارع، هي سيلف ديفنس بحت، دفاع عن نفس بحت، عباره عن سيناريو واقعي اللي بنتعرض ليه في الشارع. اجتمع خمس افراد حملت حزام اسود اسمهم جمعيه الحزام الاسود، اجتمعوا مع بعض يعملوا حاجه اسمها التكامل، يعني الجوجيتسو ناقصوا حاجه فكملها يعني بطل كاراتيه على بطل جودو على بطل كونغ فو، اتفقوا مع بعض ان هم يطلعوا شكل متكامل لفن قتالي يواكب التطور اللي احنا فيه دلوقتي، مش تقليدي، لان هو الموضوع تطور اكتر ما هو ان انا اقلد المدرب بتاعي في شيء يعني معين. يعني هو بيبقى عباره عن ايه؟ استعراض ولا حركات قتاليه ادافع بيها عن نفسي؟ هو حركات يعتبر قتاليه، دفاع ضد كل شيء. دفاع ضد مسك الكتف، مسك الشعر، مسك اللكمات الاماميه، الركلات اللي بالقدم. هو بالظبط بالظبط بالظبط، هو يعتبر كومبو اكتر ما هو فعلا فور ريل لايف سيتويشن زي ما بنقول للفنون او للحياه الواقعيه اللي احنا معانا. فتم نشا الرياضه دي في امريكا في مستوطنه اسمها بلما. كان طبعا موضوع بلما دي كانت زي ما نقول محطه ترانزيت لقوات، فالقوات الامريكيه دي مثلا كانت بتيجي بتعمل مشاكل، بتتعامل بعدوانيه مع بالزبط. الناس، فالناس اتعلمتها عشان يدافعوا بالزبط. عن نفسها. حاجه احنا زي ما بنقول حاجه هي ام الاختراع. طيب استاذه او كابتن رشا او مدام رشا، يعني زي ما بتحبي، اشمعنى بقى اخترتي تلعبي الرياضه دي؟ يعني اولا عرفتيها منين؟ لانه هي مش معروفه، خلي اسم غريب جدا، انا واثقه انه كتير من اللي بيسمعونا اصلا قال لك ايه الكاجو كيمبو دي، انت عرفتيها منين وليه اخترتي تلعبي الرياضه دي؟ هو مبدئيا انا اصلا من زمان خالص، يعني من وانا في اعدادي كنت بدات لعبه الكاراتيه، وطبعا قعدت فيها فتره، وطبعا الحياه طبعا خدتنا وكده، بس بعد كده ابتديت العب ايكيدو في سن متقدم شويه يعني. واثناء ما لعبت الايكيدو تعرفت على دكتور محمود، كان هو اول حد اصلا بيقول لي على اللعبه دي وعلى اسمها، فجالي شغف طبعا اعرف اكتر عنها وكده. ففعلا لما عرفتها لا اللعبه ممتازه، وعلشان كده انا اتمسكت بيها اكتر وحبيت ان انا العب، يعني لمجرد ان انا اعرف الحركات بتاعت السيلف ديفنس وكده، لكن لقيت فيها ترقيات ولقيت فيها مستويات وكده، فحبيت ان انا اكمل معاهم. طب هي المستويات بتبقى ازاي؟ لانه زي ما كنت بقول من شويه ما فيهاش منافسات، ما فيش اتنين بيلعبوا قدام بعض مثلا زي الكاراتيه، فازاي التصنيفات دي بتحصل؟ هي بتكون مثلا حزام الاصفر مثلا عدد تكنيكس معين، انت حضرتك بتحفظيهم حركات معينه؟ يس. انت بتحفظيهم كلهم، فخلاص انت كده مثلا حفظتي ست حركات، فانت كده عديتي الحزام الاصفر. عايزه مثلا توصلي للاورنج مثلا تحفظي كمان خمسه تانيين او 10 تانيين، هكذا بقى كام حركه؟ لا كتير قوي. انت واخده الحزام الاسود خمس مرات؟ لا، هو دلوقتي الحزام الاسود علشان توصلي له مثلا بممكن نقول مثلا 44 حركه. لكن في حاجات ورا بعض تحفظيهم ورا بعض ال 44؟ طبعا. في مثلا مدخل واحد، مدخل
تعملي منه كذا تصنيف او كذا، يعني ممكن حد مثلا داخل عليكي بايده كده ممكن تنهي الحركه بكذا وضعيه. ايوه وريني كده، حد داخل عليكي بايده كده بتعملي ايه وانت قاعده كده، وريني شكل يعني. يعني مثلا لو حد داخل عليا بايدين الاثنين ممكن يعني اضرب بالرجل تمام، وبدخل في نص في المعده في الوش اي حته بقى على حسب. وممكن برضو لو انا اتملكت من ايده انزله وبالركبه في وشه تمام، وبضرب بالكوع كده. دي عمليه يعني تقدري تنفذيها في الواقع طبعًا على شخص ممكن؟ طبعا، اصل التمرين عندنا كابتن محمود حضرتك بيمرنا بجد، مش بيمرنا طيب مش بنمثل يعني. الكابتن محمود بقى والتدريب بيبقى شكله عامل ازاي؟ واحكي لي الاول بدايه دخول الرياضه دي لمصر، يعني حضرتك كان ليك دور في انك تنقلها لمصر ولا طبعًا هي دخلت ازاي؟ طبعا مبدئيا الكيمبو والكاجو كيمبو موجود في مصر يمكن ليه اكتر من الكيمبو 11. دي نوع تاني من الكيمبو الكاجو هو كيمبو؟ لا، هو الكيمبو جزء من الكاجو كيمبو بس عدد فنون قتاليه اقل. بالظبط، يعني هو يعتبر الكيمبو فن قتالي بذاته. فالكاجو كيمبو والكيمبو دخلوا مصر من 11 او 12 سنه عن طريق في حد بروفيسور دخل مصر امريكي فادانا كورسات وكده وبتاع. فاحنا الفتره اللي فاتت دي كلها خلال 10 سنوات دي كنا شغالين بشرعيه دوليه. حاليا شغالين الحمد لله رب العالمين معانا لجنه مصريه معتمده من الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ومعتمده من وزاره الشباب والرياضه، ومعتمده من اللجان الاولمبيه المصريه. الحمد لله بفضل الله، يعني احنا هنا في مصر، يعني مصر يعتبر ليها الرياده في افريقيا، ان احنا برضو لسه كان عندنا سينيور جراند ماستر، لسه كان معانا مدير التقني بتاع الاتحاد الدولي، مدير التقني. فالحمد لله احنا كمصريين صاحب اول محتوى عربي للكاجو كيمبو. اغلبهم من الرجال مش كده؟ اغلبهم رجال، بس يعني لما تلاقينا تميز معانا مع الكابتن رشا، بحس ان هي برضو كانت بتلعب كذا رياضه وكده وبتاع، فكان الامر برضو سهل بالنسبه لها، وهي بسم الله ما شاء الله يعني الاستيعاب بتاعها كويس جدا، لدرجه ان انا ممكن ابعت لها فيديو اشتغليه تشتغله بدون حتى ما اكون انا موجود. بدون تدريب. فبرضو انا كدكتور محمود عثمان عملنا اسسنا الكاجو كيمبو في سوريا برضو. فالتدريب سالتيني عن التدريب، التدريب احنا بنتكلم على قصه الالم هو احسن معلم. الالم يعني ايه؟ الالم ان انا لما تحس طبعًا الحركه طبعًا. يعني لما بيعمل احنا قصه فيلت بليفت يعني اشعر بيها تصدقها. ده في نفس التوقيت المدربين عندي كلهم معاهم كتب تشريح، فبنشرح برضو معاهم تشريح، بنشرح الجهاز العصبي والجهاز الهضمي بس عشان نفهم انا يعني اتعامل مع شخص بالظبط اجله يعني. بالظبط مش قصه تجيب اجله، يعني قصه احنا ماشيين برضو فلسفه خمس. مين اقوى الدول اللي بتلعب الرياضه دي وبتنافسنا؟ يعني يعتبر ان هي بتنافسنا في الدول العربيه، يعتبر بس اللي في الرياضه مصر، مغرب، الكويت، ده اللي يعتبر في الدول العربية فقط يعني. طيب كابتن رشا انت كمان ما شاء الله، يعني انت رفع راسنا والله. اثنين ذهب في بطولات جمهورية وواحدة فضة، وكمان خلاص حصلتي على لقب أول امرأة مصرية وعربية بتحصلي على الحزام الأسود. ايه اللي كان بيدور في بالك لما خدتي اللقب ده؟ بص حضرتك، هو أنا أصلا ما كنتش هدفي ولا ميداليات ولا ألقاب ولا أي حاجة، أنا كنت بلعب علشان أنا عايزة اتمرن ويبقى عندي سيلف ديفنس كويس، وانا عندي بحب الرياضه اصلا في العموم. لكن بصراحه لما كنت بشوف الفرحه والسعاده في عيون ولادي وفي عيون ماما مثلا، لما كنت بنجح ببقى عايزه انجح اكتر، والناس اللي بيحبوني والناس اللي حواليا وتشجيع، فده بيخليني كل ما اعمل خطوه ببقى عايزه اللي بعدها، وببقى عايزه انجح اكتر واكبر. بمناسبه او على ذكر اولادك، ما شاء الله عندك بنت وولد في العشرينات من عمرهم تمام. وحضرتك زوجه كمان، اخبار الفنون القتاليه دي في البيت عامله ازاي؟ هل حد تاني في البيت متعلمها زيك؟ حد من ولادك متعلم؟ لا، بنتي بتحب العاب القوه وابني بيحب كره القدم. كل الولاد بيحبوا كره القدم. بس هم يعني رغم ذلك كلنا بنشجع بعض في الحاجه الاصلي، الرياضه لازم تحبيها عشان تمارسها. بتحاولي تعلمي ولادك اي من الحركات دي عشان يدافعوا بيها عن نفسهم في اي موقف؟ حاولت كتير، يعني في شويه استجابه وفي شويه خلاص بقى يا ماما وكده، اللي هو يعني في الحب، الرياضه حب، فهي بتحب العاب القوه والحركه او الفرطه اكتر بتاعتها، مش بتحب الضرب والمسك والحاجات دي. فانا حاولت ان انا اعلمها بصراحه وتبقى معايا، بس هي ما حبتش قوي يعني. طب قولي لي يا كابتن رشا، هل استخدمتي او اضطريتي ان انت تستخدمي
اي من حركات الفنون القتالية دي في موقف حقيقي حصل لك؟ حصلت مرتين. احكي لنا كده. يعني هو لما بتحصل سخافات في الشارع وكده فطبعا الواحد لازم يكون عنده هو الرد الفعل بيكون طبيعي. انا ما ببقاش مدركه انا عملت ايه، بس بعد كده الواحد بيحس ان هو الحمد لله يعني ضربتيه، اثبت جداره. ضربتيه فعلا؟ طبعا. ورد فعل الناس في الشارع ايه؟ لا، في اول موقف كان ما فيش حد اتكلم خالص، انا صراحه استغربت، الناس كانت غريبه يعني. بس تاني موقف لما اديت حد بالقلم، لا الناس شجعوني. قلم بس؟ يعني انت اتعلمتي كل الفنون القتاليه عشان تضربيه بالقلم بس؟ ما علشان اصلا حد داخل عليكي مقرب عليكي، على فكره ضربه القلم دي على فكره برضو تمرين. لازم تبقي قويه عشان تضربي بالقلم. لا يعني مثلا في من الفنون هنا بتضربوا صح ولا ايه؟ مظبوط. طبعا مظبوط. بتضربوا هنا في الرقبه، بتضربوا في مناطق في المناخير اظن. بالظبط بالظبط. بس احنا عايزينه يعيش، هنقضي عليه مش هينفع. احنا عاوزينه عشان يبقى عبره، بس عشان يبقى عبره. ما هو القلم ده هيعلمه يبقى عبره للناس كلها. تمام. طب احكي لي يا كابتن، اخبار ايه بقى الستات والفتيات والسيدات في ممارسه الرياضه دي في مصر؟ قد ايه عددهم؟ هل هي منتشره؟ هل في ثقافه بانه الرياضه دي فعلا السيدات ممكن تلعبها؟ هو بص حضرتك، احنا زي ما بنقول بنحفر في الصخر، بمعنى ان الرياضه زي ما انت قلتي شويه يعتبر جديده، ولكن كل الثقافه الرياضيه في مصر طبعا زي ما انت شايفه على كره القدم، وبعض الفنون القتاليه او فنون دفاع النفس مثلا زي الكاراتيه والكيك بوكسينج والكونفو، فهي دي. فاحنا في التوقيت ده عملنا كذا ورشه عمل اللي هي لا للتحرش، عملناها مرتين، وعملنا مره في حديقه الازهر نفس القصه برضو. فابتدت الثقافه تنتشر وسط الفتيات. في نفس التوقيت عملنا دوره مدربين معتمده دوليا ومحليا، بفضل الله كان في اقبال كتير من السيدات. طبعا احنا النبراس بتاعنا كابتن رشا بالنسبه للسيدات، ففي فعلا ناس كتير لما شافت كابتن رشا ابتدت تتصل وابتدت تهتم، خاصه بعد ما خدت اللقب اللي هو اول سيده عربيه تحصل على الخمسه دان، ابتدت فعلا الناس تتواصل. ففعلا كان بيواظبوا على التمرين ولا بيواظبوا طبعا زي بنت مدام رشا؟ لا 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 لا، بيواظبوا التمرين، لان احنا زي ما بنقول الدافعيه هي جات لك عشان تعرضت لموقف. احنا عندنا بجد في التمرين البنات ما تعرفيش تلمسها، يعني انا بالظبط انا بكلم البنت اقول لها انا لو مسكت كتفك هطردك بره التمرين، فهي لازم تتعامل معايا قبل ما اوصل. هو في مدربات سيدات لتدريب الفتيات؟ في 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 كابتن رشا معانا. احنا مبدئيا عاملين نظام بتاع الويل تشير اللي هم الجماعه اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، وكابتن رشا ماسكه برضه تدريب لذوي القدرات الخاصه. طبعا طبعا. الله، دي نقطه مهمه. طبعا طبعا. اتكلمنا عليها دي. طبعا. بصي احنا بنتكلم في وفي حاجه تانية برضو، متلازمه داون برضو كابتن رشا برضو ماسكاها، يعني اطفال وسيدات متلازمه داون مع كابتن رشا. انا ماسك تدريب الرجال وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصه وكده. ذوي الاحتياجات الخاصه من حقه ان هو يعرف يدافع عن نفسه، من حقه جدا ان هو يعرف يدافع عن نفسه. ففي سيستم معمول ومتوافق عليه من الاتحاد الدولي، وده اول برضو تجربه. هل في فئات عمريه معينه؟ يعني اقل سن يبتدي التمرين قد ايه واكبر سن قد ايه؟ هو على حسب الاستيعاب. وبعدين احنا في حاجه عندنا اسمها ليتل دراجون اللي هو التنين الصغير، يعني اللي هو بياخد برضو بعض المبادئ وبعض. من سن كام مثلا؟ يعني اقول مثلا من 6 سنوات، وفي اقل من كده بيجينا بس بنديله لكم وركل فقط. انما دفاع عن نفسه وتنمر وكده بيبقى مثلا من 7 8 سنوات. وقت يعني قد ايه اخيرا مدام رشا؟ وقت قد ايه عشان الشخص او البنت تعرف تتعلم الكاجو كيم؟ كدفاع عن النفس هي لازم تواظب على التمرين مش اقل من 3 ل6 شهور على حسب استيعابها. هتبقى خلاص متمكنه وبتعرف تضرب كويس. بس لازم تواظب على التمرين، اصل ما فيش حاجه اسمها انا بروح التمرين انا جايه لك، انا خلاص احجزي لي كورس تدريبي، انا هاجي اتعلم الرياضه دي الكاجو كيمبو. شرفتينا كابتن رشا ابراهيم بطلة رياضة الكاجو كيمبو واول امرأة عربية تحصل على الحزام الاسود الخامس في رياضة الكاجو كيمبو. نورتيني وشرفتيني ورفع راس ستات مصر. والكابتن محمود عثمان ممثل الاتحاد الدولي للكاجو كيمبو في مصر، شرفتنا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. على وجودك. شكرا على وجودكم. فاصل صغير بعد الفاصل.